دي راسك اخويا يعني مات ما معود. قدرت اروح لان يقولوا لي عليك قرقبهم. شنو اللي سويته انا علي قرقبهم؟ فتحت لايف حتى عيش جاني. شنو اللي سويته؟ انتوا ايش سويتوا للبلد؟ شنو اللي سويتوا انتوا؟ خلونا اروح علي قرقبهم، خلونا اروح اشوف اخويا راح يدفنوه ما شفته. حسب الله ونعم الوكيل. هسه لا يخلوني اسلم روحي لكم واخلص، ولا يخلوني انتحر واخلص، ولا يخلوني اشوف اخي اروح اشوفه قبل لا يدفنوه. حسب الله ونعم الوكيل فيكم. حسب الله. شنو اللي سويته؟ فتحت لايف حتى عيش جاني. ماني قاعده بالتجاوز مثل الكلبه، ما حد اجى وسال عني. ناشدت الدوله ما حد سال. طلال الزباله نائب محافظ النجف قم الدعوه، ولا واحد من الدوله وقف لي. لما نفتح لايف تقول المفتاح محتوى تافه. ليش؟ ما انتم السبب، انتم السبب، انتم السبب. بما انه صارت اكو ضوابط واسس اسستها لجنه المحتوى، بعد ما نقدر ننشر؟ لأنه صاحب البيج وصاحب الصفحة هو راح يتحمل مسؤولية. بعد ما أقدر أصور هاي الناس اللي تطلع كانت بالمقاطع. أنا سعدون الساعدي، الاعتراف بالغلط من شيمة الرجال، وأنا غلطت بمال مفردة طيط، علينا ناس هواي كانوا زعاطير، فاني اقدم اعتذاري واتمنى من جميع الاخوه اللي ناشرين مال الطيط خلينا يمسحونها. احنا محتوى بعد راح، الحسابات بعد راحت، واحنا بخدمتكم باي شكل من الاشكال. وانا ما متعود يا سياده الوزير لا على سجين ولا على هسه ضغوطات علي ونفسيتي تعبانه ولا اكل ولا شرب، يعني ما اعرف اني انسجن على مود نكته لو انحاكم على مود نكته. سياده الوزير اريدها عليك هذا الامام موسى بن جعفر أن تدفعها هالمرة وتعفي عنا لأن تعبنا كلش.